ما تسمحونا سيدي؟ عم يسألني أنه أحكي قصة التوبة تبعي. معقولة؟ الصوت عالي؟ ليش صوتي مو مسموع للآخر؟ خلي لي إياه. يعني سبحان الله ما في شيء استحي منه. يعني كنت عاصي على الله سبحانه وتعالى وكنت مؤذي، ونحن 13 شاب بالبيت اخوات اولاد عم ربيانين سوا. مره فات حرامي على بيتنا، رقدنا احنا الكل وراه، شلح صباطه وهرب، اخذنا الصباط تبعه. ف ابو اسعد صافي ابن عمي سمعنا الفاتحه. امين. بسم الله الرحمن الرحيم. ف يعني يوم الله سبحانه وتعالى أراد فيه الخير وبلغ من الأذى تبعي، إنه مرة إجا رجل، كنت راكب ميتور يومها، إجا رجل لعندي نعم قال لي شيخ، هدول ما كنت شيخ، قال لي فلان هالمصاري إلك، دستت مصاري. قال لي ليش هدول؟ قال خذهم. رح أخذهم بس قال لي ليش؟ قال لي والله تقسمنا الورثة كلياتنا وزاد هالمبلغ واختلفنا عليه نحن الأخوة، كل واحد يأخذ المصاري. قال لي حلفت يمين ما بعطيه إلا لشر الناس. قال لي جيت، قال لي سألت قالوا لي أنت جيت لعندك. ناولح أخذهم مشان يمينك وجدك تأكل أكلة تبعي لأنك سبيتني. قتلته لهلا عايش، لهلا بيسلم علي. فهل إيه؟ وتزوجت وتعترت الزوجة معي تعتير غير شكل، لا بتسترجي تحرام ولا بتسترجي ما تسمع الكلمة. أحياناً بالطريق كنت الله يهدينا، أي نعم كنت أضربها أحياناً بالطريق. بعد التوبة هلأ هي بتكون ماشي أنا وياها، هي بتبوكسني، بتقلي هون مرة ضربتني بوكس، الله لا يسامحك، تضربني بوكس على قلبي. يعني سبحان الله، هي حست أكثر شيء بتوبتي. سبب التوبة تبعي، أي نعم، كنت نايم فشفت بالرؤية أني أساق إلى جهنم بالسلاسل بالجنازير، جنازير بإيدي برقبتي برجلي وبخصري، مربوط لجنزير كبير. هالجنزير الكبير في ناس حواليه بالآلاف، لا مبين أوله ولا مبين آخره، وعم يسحبونا نحن الكل. لك يعيشوا يا سيدي، وأنا عم أبكي، بس كان حلم رؤيا كأنه حقيقة. ارتعبت رعبة لا أولا ولا آخرة، وكنت أقول له يا رب إذا بطلع من هون لعيش مثل ما عاشوا الصحابي الكرام، يا ربي إذا بتطالعني من هون من هالموقف هذا أنا ما بحق لي لك يوم القيامة ربي أرجعون، لأنه طلبت الرجعة وهي إذا رجعتني. يا ربي بس طالعني من هون، يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك، يا رب. أبكي فزيت، لقيت حالي بالتخت، كنت أثناء نوم على تخت. إيه نعم، صرت نطويت. إيه نعم، العيال قالت حالها خير إن شاء الله. والله تحممت، غيرت أوعية، كان الدنيا صلاة العصر، رحت على الجامع. بقى أنا خباز، بننام بالنهار نحن نشتغل بالليل كنا. رحت على الجامع، فت على الجامع بطلوا يصلوا. قال خير إن شاء الله، إذا جاي تسرق صباط هاي بياع صبابيط برا، الصباط اللي بدك يا روح خذه، نحن بندفع حقه بس حل عنا. قال والله جاي يصلي. قال إمتى كنتوا تصلوا أنتوا؟ فعلا ما فينا واحد بيصلي، نحن الكل. قال يعني شو أنتوا أكرم من الله؟ والله وقفت بدي صلي، الله اكبر، وقفت معه، واحد حط ايديه هو، واحد حط ايديه هو، قعدنا بالتشهد، واحد فرشخ رجلي، واحد اجريه هيك، طلع على انا بدي اشوف شو عم يصلوا ولا صلي بالتشهد. واحد رفع اصبعته ما عاد نزلها، واحد رفعه ونزلها، واحد صار يحركها. لقد حالي ابطش فيهم هالناس، لك ما يصلوا مثل عالم الناس مشان اصلي مثل حكايتهم. ما بعرف صلي، بدا اصلي لحالي، خبصت الدنيا. مرة بالفرن كان في عنا واحد ضربته بالمنشار روحت له رجله. اي والله تذكرت انه الشيخ بخطبة الجمعة قال انه كل انسان لك معه موقف في الدنيا لك معه موقف يوم القيامة. والله رحت لعند هالرجل بوسته قلت له سامحني مشان الله، قال لي الله لا يسامحه. رحت اشتريت له اي نعم قية سودانية وبصلة خضراء، المسلخ جنبنا تازة، قلنا له هي اي نعم سودانية وهي سامحني. قال ما بسامحه. قلنا له هي سيكار كوبي كليوباترا اي نعم بورقته، بسامحني. قال ما بسامحه، الله لا يسامحه.
ما بدك سامحني، قال رحت على اوعيه طلعت سكين هي. تعالي بده يشتكي، يشتكي فرد مره، خليه يشتكي فرد مره، شكوى محرزه. ورقدت وراه ورقد دام مني هرب. كمشوني تلاميذ سيدنا الشيخ صالح، اخذوني لعند الشيخ، قال يا ولدي ما افلح من افلح الا بصحبه من افلح. شوف اهل الله شلون مشيوا، وامشي لحالك تخبص الدنيا. كان اذا زلمه سب الدين اخذ شافوش، ايده حديد وهي حديد. قلت شو من اول فرن لاخر فرن. اي نعم، اذا اجت على الحيط تهد الحيط، يهرب ما عود يشتغل. علموني شلون بدي خاطب الناس، علموني كيف بدي اعيش مع الناس، علموني كيف بدي اعيش مع اهل بيتي، كيف اولادي بدي يكونوا اصدقائي. اي نعم، كيف الزوجه اي نعم بدي يكون لطيف معها، وين الموده والرحمه؟ الجيران كيف بدي يكون معهم؟ التلاميذ اللي درستهم كيف بدي اعيش انا وياهم؟ علمونا شغلات كثيره وطولوا بالهم علينا. اي نعم، مره الدكتور توفيق ابن الدكتور سعيد رمضان البوطي كان في مولد بحاره جديده، راح القى كلمه عن التوبه يلي قتل 99 زلمه وكمل علميه. بعد منه قدموا، معقول يقدموني قبل اولاد البوطي لانه هن اعلم من منا وهن مشايخنا. قدموني انا بعد منه، قلت له هذا شو بيعرفوا بالتوبه؟ هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابو الدكتور سعيد جده من رمضان. انا اسالوني عن التوبه ولا ينبئك مثل خبير، انا بحكي لكم عن التوبه والمعصيه والتوبه. بلشت الناس تضحك، اولاد حارتي كلاتهم بيعرفوني. لهلا لما امروا اسبوع الجمعه شو الواحد تحت 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 شايف هذا الشيخ؟ بقول له ايه، هلا بس يروح احكي لك عليه. لهلا بسمعها باذني. سيدي الحمد لله، الحمد لله. البطل اللي بيمسك الحية وهي حية. إذا فيك تتوب وتترك المعاصي كلها وتقول أنا مسلم، أنا ملتزم، مو متعصب، أنا ملتزم بتعاليم الله سبحانه وتعالى، أنت رجل ساعتها بتكون. أي التوبة في شغلة غيرها؟ أنا ما يطلبوا المستمعون لأنه. الله يرضى عليكم. ما أشد أمر يعني أحزنك وآلمك في سنوات الأزمة؟ لا سأل حصرا على الأزمة. طبعا أنت عانيت بالأزمة سيدنا. طبعا. وكنت بدرعة، كنت لازال عمل قائم بالدعوة قبل يعني. وحتى أثناء. حتى أثناء الأزمة. أي نعم. كنت موجود صحيح. صحيح. سيدي يعني كنا من الناس اللي تأثروا. أي نعم. راحت لي كنة أي نعم عمرها 17 سنة قبل عرسها بثلاث أيام. جاي تعلق أوعية إيه نعم، فأجيتها طلقة ونامت على التابلو وماتت. فسبحان الله يعني اللي صاب الناس أصابنا، واللي آلم الناس آلمنا. إيه نعم، ويعني وكثير مثلا بيوت راحت لي إيه نعم، بيوت أولادي وكذا. فبدها رجع على الله سبحانه وتعالى، رغم أنه الأزمة عواب ما تلم شملنا، عواب ما تحببنا بعضنا فرقتنا. الأزمة علمت الناس الكذب، وعلمت الناس النصب والاحتيال، وعلمت الناس السرقة، وعلمت. فبدي رجع على الله سبحانه وتعالى مشان نضبط أمورنا. ما هي أمنية الشيخ فتحي الصافي؟ الأمنية لا تتحقق، لكن رجائي بالله سبحانه وتعالى أنه إيه نعم يعني إذا كان يعني الله سبحانه وتعالى أخذ أمانته أنه يعني يكرمني بقى إيه نعم. وبعدين الناس كل طلابنا اللي درسوا وتعبنا عليهم في عهد بيني وبينهم أنه الناجي بيأخذ بإيد أخوه. كان ابن قيم الجوزية كان يدرس بالجامع الأموي، آلاف من الطلاب بين إيديه. مرة طلع بالطلاب كلياتهم ثم قال: الويل لك يا ابن القيم إن نجا هؤلاء يوم القيامة ولم تنجو أنت. شو بيدريني هالناس اللي درستها تنفذ أنا ما أنفذ؟ إي نعم، ففي عهد بيننا وبين الناس. إي نعم، أنا ما درستكم بس لعل وعسى. إي نعم، يعني لأنه اللي بينجو بحق له يشفع. إي نعم، فبركي هنا عم بتقول انه مثلا والله كنت قاعد بدرس الشيخ استفدت. اي نعم، تاخذني بايدك انت ماشي. ما حدا بيعرف مين فينا بده ينفذ مين فينا ما ينفذ. في كان اخ بده يسال سؤال، قل لي سيدي. نعم، اسال سؤال. لانه سمعت طلبه منك تبعت الشيخ عبد الرحمن الله يرحمه من عمك، شيخك تربيت على ايديه، عبد الرحمن الشاغوري. نعم يا سيدي. كنت بجامع الحنابله بيشغلوا لك اقرا عن ما يطلع عنه، قال لك اقرا عنه. نعم يا سيدي. كنا كان عندنا درس بجامع الحنابله، فاجت امراه مع انينه مي، زوجها معه سرطان 13 سنه، اكلوا السرطان اكل. لما عجز الطب قالوا للناس اقصدي اهل الله. فاجت على الجامع لعنا، حسنت الظن فينا، جايبه انينه واعطتنا الانينه. قال شيخ يعني بتمنى انه تقراوا ايش سوره الفاتحه تيمنا بالذي غلي في صحيح البخاري.
تقرأ الفاتحة على أنيق المي نصيها للرجل لعل وعسى الله سبحانه وتعالى يجعله فيها الشفاء. فتحنا الأنينة وقرأنا سورة الفاتحة واحد واحد بكل خشوة. بعتنا أعطيناها الأنينة ما في نص ساعة دبوا الصايح، شوفي قال مات الزلمة، صقوا مي قال مات، قلنا له للطلاب قوموا نهروا. فكنت زور أحيانا سيدنا الشيخ عبد الرحمن الشاغوري أواخر حياته رحمه الله تعالى، فأحيانا أقطع وما أروح، فكانوا اللي ملاصقين له دائما على طول عنده، إذا شافوني بسوق الجمعة بركن الدين وين ما كان يقولوا لي شيخنا ما شاء الله طلع عن سيدنا، والله سيدنا بيحبك، والله سيدنا لما تطلع لعنده إيه نعم يعني هيك بتمازحه وبتحكي له شغلات إيه. فطلعت لعن سيدنا الشيخ لقيت عنده مشايخ وقاعدين وكذا، عطوه هيك سكت شوي، قلنا له سيدي احكي لك شيء عن كراماتي. صار يضحك الشيخ، يعني ما شو الكرامات يعني، انا لي كرامات انا سيدي احكي لك عن كراماتي. قال لي قلنا له سيدي والله هيك القصه، بيت فلان معروفين العيله يعني اللي قريت له اللي قرينا له انا امي والله، قلنا له والله قرينا له ومات الزلمه. ايوه اللي بجوز الله سبحانه وتعالى يعني اكرمه اي نعم انه ريحه. قلنا له سيدي اقرا لك على كاسه مي ضيف لك الناس. قال لي لا لا ما خليهم عايشين. فسبحان الله يعني احيانا الناس بيظنوا يعني انه مثلا بيجي واحد بالشارع امراه او رجل، شيخ حط ايدك على راسي اقرا لي. واكثر شيء بيضيمني لما بيحملوا ولد صغير ولدان حديثا بيجيبوا لي يا شيخ مشان الله حنكه. لك هذا الولد لسه عريقه ما في شيء، نحن ريقنا فيه نعم حيايا وعقارب وديناصورات ايه نعم، شو ريقنا نحن؟ اسناننا لحالنا بلاوي زرقاء، ما واحد الا منا يقيم هيك من اسنانه ويحط على الميكروسكوب ليلاقي شيء بينفخ وشيء بيطير وشيء بيعود وشيء. قال شيخ حنكم، شو بدي حنك فيه هذا الولد؟ سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحنك الاطفال، ريقه لسيدنا النبي هذاك، ريقه شفاء لسيدنا النبي. مين نحن؟ فبيعطوني تمره شيخ، باخذ التمره ما برضى اعضها باسناني مشان ما يطلع من اسناني عليها شيء، فبقسمها بايدي وبحنك الولد، وبعدين ايه نعم تلاقي انا باكل مشان الولد هو يكون حنكني الي. هذا لسه صحيفته بيضه ما في احلى منه، وبيجوني على الجامع حامي الولد وجايب لي بايده كم تمره وجاي لعندي، باخذ تمرات بحطهم بجيبتي ايه نعم، وبقول له خذ ولد مشي الله يرضى عليه ولا اشتري ولا الشغله. فبياخذوا في بعض مشايخ قال بيروك التمره وبيحنكوا. لك ليش؟ انا احد مشايخي حنك اي نعم ابن احد المشايخ صار عمره الولد 4 سنين وما حكى. ما حكى، والله ما لكم على اساميهم معروفين هذول المشايخ. اي نعم. قال لك التمره وحنكوا 4 سنين عمره ما حكى ولا كلمه الولد تم ساكت. يعني ما بنعرف، فلذلك يعني لا تعطوها زياده الشغله انه والله فلان ولي فلان كذا فلان، هاي عند الله سبحانه وتعالى. والعلم مطلوب، العلم مطلوب، يعني لازم الانسان يكون عالم يكون مطلع يكون عنده ثقافه. يعني شيخ وجهل بس على الحل يعني بس بيعرف نواقض وضوء وكذا ما بيصير، لازم يكون عندنا اطلاع بكل شغله احسن لنا وللناس ان شاء الله. بارك الله فيكم، احسن الله اليكم، خلينا اياكم. أهلين الشيخ، أهلين بأخي، الله يكرمه. بسمكم جميعا نشكر فضيلة أستاذنا وشيخنا الشيخ فتحي أحمد الصافي على ما أفاد وأجاد، نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما تفرقا بعده تفرقا ميمونا معصوما. ونريد أن يعني ما شاء الله نشكر في شيخنا إن شاء الله وندعو له بالشفاء والصحة والسلامة والعافية.